مدينة السادات للغات مركزين أكتر. عبد الرحمن متألق. إجابة صحيحة. إحنا متقدمين في السكور وإن شاء الله نتأهل لدور الثمانية. سيما سيوط ابتدوا يلاقوا أكتر مش عارفين يعملوا إيه. الماتش دلوقتي بقى صعب جدا بس إن شاء الله نقدر نعمل. إجابة صحيحة. للأسف ما قدرتش أجاوب غير على سؤالين بس لأن التوتر كان مؤثر عليا. ستيم فرصتها بقت ضعيفة للوصول لدور الثمانية. التيم بتاعنا الثقة بتاعته أي نعم اتهزت شوية بس إن شاء الله قادرين إن إحنا نمسك نفسنا أكتر في عجلة الحظ. خلينا نشوف يا ترى عجلة الحظ هتعمل إيه في ماتش النهاردة ومين اللي هيوصل لدور الثمانية ومين اللي هيودع البطولة.